هذا كوفي شيل العائلي على طريق بغداد. هاي طريق بغداد، هنا أنا شركة سما بغداد للصيرفة، وهذا هنا أنا فالح أبو العنبة، وهذا الشارع من هنا يوديك على بوليفارد كركوك. بوليفارد كركوك حسب ما يحكي لي هالولد اللي وياي، يقول هذا في مكان يبيع لحوم وأنواع أشكال اللحوم يعني. والإضافة للحوم هذا مارس كوفي هاوس، بالإضافة للبيع عنده مطعم. أوه هذا كبير، هذا من هنا، هذا بوليفارد كركوك. حلو حلو، هذا شنو هذا؟ هذا 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 مثل مول هذا، ها؟ إيه يصير أصور؟ إيه إيه. قالوا ممنوع بالمول. شنو هاي؟ بوليفارد. رائع رائع. يصير اصور؟ صور عمي. عادي عادي. لك اصورك مين خالد؟ عادي على راحتك. اوكي هذا هاي بار. هذا هنا أنا كله ما من... هاي قعدات حلوه هنا. اي تشرب كل شيء. تشرب قهوه شيء. لا هذا بس جهاز تبريد. لا هناك ذاك. بلي. هذا شوكليت، شوكليت كار هذاك. هذا هنا أنا. هاي هنا أنا شو اسمه، هاي الكهرباء، يقولون ماكو كهرباء. هاي هنا أنا دبي، دبي شوز، دبي شوز. هذا مثل منتزه هذا كله بكركوك. هاي يبيعون دولمة. هاي يصير سوق شعبي. سوق شعبي يبيعون دولمة. هاي دين يصير هدايا. يصير منافسة بين الأكراد، يجيبون جبر وهالدقمة خميس جمعة سبت. هاي نافورة هنا. هاي القبة حلوة. هاي القبة كلش حلوة. دين يصير الهدايا عطارية. طبعا هسه ساعة بيش؟ ساعة 11 إلا 10. بعد ال 12 يجون الناس. بعد ال 12 لأن الدنيا حارة، لا تنسون هسه 38 40 درجة الحرارة في كركوك، رغم أنه هي ساعة 11. إي. بس سلام عيني، هلا مرحبا. هاي عطارية الحاج برهان. شوف الله، هاي كل حدايق هنا، كراسي أحلى شيء. هاي مال زبل، شوف هنا كله يجي يخلي مال زبل، واذا واحد عنده بطل مي، بطل مي. هذا مستثمر، هذا هذا صاحبه نفسه موجود بالاردن بالشميساني. اكو بالاردن نفسه، شميساني، شميساني بالاردن نفسه اكو من هذا، فنفسه جاي المخطط، جاي مسوي هنا. سمعتوا يابا، هذا بالاردن بعمان اكو واحد مثله، نفس المستثمر نفس صاحبه هناك. ايه؟ جاي مسوي واحد هنا، يجوز هو من اهل كركوك. اي من اهل كركوك. شيمي فوق، شيمي فوق. هذا شيمي فوق شنو؟ ها مال اطفال هم يعني. شناط ومنجنات كذا. هذا المطعم. مكان مكان مكان. شوف حلو هذا المطعم. يسوي بالستيم. اي يعني بالستيم يطلع هذا يذوب بالحلق. بالكيلوات. يذوب بالحلق هذا. كيلو تقريبا بالدولار مالكم. 125 دولار، يعني يصير تقريبا 100 دولار. 100 دولار. بس ما تخدع منه. مو أني دا أصور، ما أريد أخاف ما يقبلون الناس قاعدين. تعال تعال أنا خليني أصور منك ونرجع. صور إلى نهايته ونرجع. أسد الكاميرا ونرجع. هذا منك كاشخ، كاشخة ذاك آخر واحد على اليسار كاشخة، وهذا هنا أنا. وهذا هو المطعم اللي يقول عليه اخويا، وهذا تسجيل مفتوح. لطيف جدا، اذا اعجبك الفيلم اشترك بالقناه.